وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم من جديد في قناه ما وراء الطبيعه، حلقه جديده وقصه جديده. معدنا مع الحلقه رقم 7 من الموسم الثاني من برنامجنا اليومي حولنا. هو برنامج هو بيذاعي بيضم بعض القصص الحقيقيه ويسرد البعض الاخر منها مؤلفه. وحلقتنا النهارده هي قصه بعنوان فتى القطار، قصه كتبها لنا محمد شعبان. بحييك جدا يا محمد على القصه، بجد جميله جدا. من فضلك لو لسه جديد معانا حابب ارحب بيك، يا ريت تشرفني بانضمامك واشتراكك في القناه وفعل علامه الجرس ليصلك كل ما هو جديد. ولو عجبك الفيديو او القصه دي ما تبخلش عليها بلايك وكومنت تقول لي رايك فيه. يلا بقى ندخل في الموضوع على طول. انا صاحبه التجربه اللي حصلت في البيت اللي قصاد مدرسه سيدي شاهين في منطقه الحطابه، بس التجربة اللي هحكيها لحضرتك دي حصلت بعد تجربتي بسنين، أو بالتحديد يعني حصلت لبنتي من حوالي سنتين. من السنتين بالظبط وفي أجازة نص السنة قرر جوزي إنه ياخدني أنا وابني اللي كان عنده وقتها 6 سنين وبنتي اللي كان عندها 4 سنين. قرر إنه ياخدنا كلنا في رحلة لأسوان، كانت رحلة لطيفة استمرت لمدة 3 أيام. انبسطت فيها أنا وهو والولاد، لكن اللي حصل بعد ما رجعنا بيتنا بكام يوم كان شيء غريب ومش مفهوم، وما كنتش مش لاقية ليه تفسير لحد ما اكتشفت كل حاجة بنفسي. ولو هتقولي ايه الشيء الغريب اللي حصل، فانا هقولك ان بعد ما رجعت انا وعيلتي من اسوان للقاهرة في القطر، بدأت تحصل لبنتي تغيرات غريبة ومش مفهومة. بمعنى ان البنت ما بقتش تحب تقعد معانا زي الاول، ومعظم يومها كانت بتقضيه في اوضتها وهي بتلعب او بتتكلم مع اللعب بتاعتها. وحتى اخوها اللي كانت بتحب تقعد تلعب معاه وكانت بتزعل قوي لما كان بيروح المدرسه، لدرجه انها كانت بتعيط وبتسالني هو فين، وما بقتش تسال عنه ولا حتى بقت بتحب تقعد وتلعب معاه زي ما كانت متعوده تعمل يوميا. وبسبب التغيرات اللي حصلت لها دي بقيت بركز معاها وهي قاعده لوحدها في اوضتها، ومع تركيزي معاها وتسلطي عليها خدت بالي من ان البنت بقت بتقعد تتكلم مع اللعب بتاعتها كتير قوي، او انا كنت مفكره انها بتتكلم مع اللعب. لحد ما في يوم الصبح وبعد ما ابني راح مدرسته وجوزي راح شغله، وقفت اتصنت على بنتي وهي بتلعب. بعد ما فطرت ودخلت جري على اوضتها، بس اللي لفت نظري ساعتها هو ان انا سمعت البنت وهي بتقول طب انت بتعيط ليه دلوقتي؟ انت عطشان؟ طب بلاش مش هجيب لك ميه، اخلي ماما تحط لك اكل. طيب حاضر، مش هقول لحد انك بتقعد تلعب معايا، بس انت بطل عياط والله نكمل لعب سوا. لما سمعت بنتي وهي بتقول كده بصيت من باب اوضتها لانه كان متوارب، وساعتها اكتشفت ان بنتي مش بتكلم اللعب بتاعتها زي ما انا كنت فاكره، لا دي بنتي كانت بتكلم حد قاعد قصادها وانا مش شايفها، حد كانت هي بس اللي شايفاه، وكانت بتضحك وبتلعب معاه. وقتها انا اتسحبت من عند باب اوضه بنتي تحديدا، ورحت قعدت في الصاله، وبعد شويه ناديت عليها عشان ما حسسهاش باي حاجه غريبه. المهم ان انا لما ندهت عليها جات لي الصاله وقالت لي بكل براءه: نعم يا ماما، انت بتنادي عليا؟ لما قالت لي كده فضلت اضحك واهزر معاها عشان ما تخافش، وفي وسط لعب وهزاري معاها قلت لها وانا بضحك: قولي لي يا لوجي، انت ليه ما بتقعديش تلعبي مع اخوكي عمر زي ما متعوده دايما؟ هو انت بتلعبي مع حد تاني غيره؟ لما قلت لها كده اتكسفت وقالت لي براءة الاطفال: لا انا مش بلعب مع صبيان، بابا قال لي ما تكلميش صبيان غير. لما بنتي قالت كلامها ده بصيت لها وانا مستغربه، بس انا ما قلتش يا حبيبتي انك تلعبي مع صبيان، وبعدين حتى لو انت بتلعبي مع صبيان وجيتي حكيتي لي فانا اوعدك ان انا مش هقول لبابا، بس انت قولي لي بس انت بتلعبي مع مين وانا مش هقول لحد. ضحكت لي لوجي وقالت لي تلقائيه كده: يعني لو حكيت لك توعديني انه هيفضل سر بينا؟ خدتها في حضني عشان اطمنها وقلت لها:
اوعدك يا حبيبتي وعد انه هيفضل سبب بينا، بس قوليلي بقى انت بتلعبي مع مين؟ بدأت بنتي تحكي لي وانا مركزة معاها. بصراحة كده يا ماما انا بلعب بصراحة كده يا ماما انا بلعب مع ولد غريب، ولد صغير شفته واحنا راكبين القطر لما كنا راجعين من الرحلة، كان قاعد على الارض وكان عمال يعيط ومحدش كان بيسأل فيه. ولما القطر وصل المحطة اللي نزلنا فيها لقيته قام وفضل ماشي ورانا لحد ما وصلنا هنا. وبعد ما وصلنا عند باب الشقة الولد ده اختفى، بس يومها بالليل ولما انا كنت نايمة في اوضتي صحيت من نومي على صوت ولد صغير بيعيط. لما قمت وفتحت النور اللي جنب سريري شفت نفس الولد وهو قاعد في ركن من اركان اوضتي وكان عمال بيعيط. قمت طبطبت عليه وسألته هو لابس هدوم متقطعة ليه وليه شكله غير شكلنا، لان عيونه لونها احمر وهو نفسه لونه جسمه لون جسمه اسود. بس لما قربت منه وطبطبت عليه سكت وما بقاش يعيط، وقال لي انه ما يعرفش ايه اللي عمل فيه كده، وقال لي كمان انه جه لحد الاوضه عندي عشان يلعب معايا. ولما سألته هو ليه ما روحش لمامته لاننا بالليل والوقت متأخر، قال لي انه اخر مرة شاف فيها مامته لما كان راكب القطر معاها وفجأة سمع صوت فرقعة جامدة قوي، بعدها مامته اختفت وهو فضل قاعد لوحده في القطر ومحدش بقى بيقرب منه. هو يا ماما بيلعب معايا كل يوم، بيجي يلعب معايا وبعد كده بيمشي لما حد منكم بيدخل الأوضة، ولما ببقى قاعدة لوحدي بلاقيه رجع تاني، بس شكله بيبقى متبهدل أوي وساعات بيجي وهو معيط. لما بنتي قالت لي كده أنا فضلت مبرقة لها وأنا مش مستوعبة اللي هي بتقوله. أنت عارف يا أستاذ محمد يعني إيه بنتك اللي عندها 4 سنين تيجي تقولك كلام زي ده؟ أنا كنت قاعدة قصادها وأنا مرعوبة، لكني حاولت أتماسك وتمالكت أعصابي وفضلت محافظة على الابتسامة اللي على وشي عشان مخوفهاش، وقلت لها طب يا حبيبتي هو بيجيلك منين ولما بيمشي بيروح فين؟ طب هو حاول يأذيك قبل كده؟ طيب جاوبتني البنت بنفس البراءة اللي كانت بتكلمني بيها، هو لما بيجي بيظهر فجأة في ركن من أركان الأوضة، وبرضه لما بيختفي بيختفي فجأة وما بيقولش هو راح فين، بس هو عمره ما أذاني ولا عمل فيا حاجة وحشة. هو بيحب يقعد يلعب معايا وساعات كتير بيقولي انه في يوم هيبقى ياخدني معاه عشان نروح ندور على مامته. اول ما بنتي قالت كده انا وشي جاب الوان ومحسيتش بنفسي الا وانا باخدها في حضني وبحاول اطمنها، ومن فضل ربنا ونعمته عليا انه الهمني وقتها ان انا البس البنت والبس انا كمان، ورحنا انا وهي عند بيت اهلي، وهناك قابلت والدي الراجل المتدين اللي اكيد هيساعدني وهيقول لي اعمل ايه، وبالفعل ده اللي حصل. بعد ما حكيت لوالدي لقيته خدني ونزلنا انا وهو لواحد جارنا بيتقال عنه انه شيخ وبيعالج بالقرآن والوجه. المهم ان احنا لما رحنا له وحكيت له على اللي بيحصل مع بنتي لقيته بصلها وابتسم، وبعد كده حط ايده على ورتها وبدأ يقرأ ايات من القرآن وطبعا الرقية الشرعية قراهم لمدة 3 مرات تقريبا، والحمد لله البنت اللي اتشنجت ولا حصل لها اي حاجة من الحاجات اللي بنسمع عنها في القصص. انا بنتي كانت هادية تماما وكانت عمالة تضحك لحد ما الشيخ خلص، وبعد كده قام جاب ازازة مية كبيرة من عنده وفضل يقرأ عليها قرآن، وبعد ما خلص قراية خلى بنتي شربت منها وبعدين ادهالي وهو بيقول الازازة دي يا بنتي خلي بنتك تشرب منها لمدة 3 ايام، وفي نفس الوقت حاول ترش منها شوية شوية صغيرين عند كل ركن من أركان أوضتها، وبإذن الله اللي هي بتشوفه ده مش هيظهر لها تاني. وحاولوا تشغلوا قرآن كتير في أوضتها وفي البيت كله، وصلي يا بنتي صلي صلي واحمدي ربنا إنها جت على قد كده. لما الشيخ قال لي كده رديت عليه وقلت له طب إيه التفسير اللي هي شافته ده يا شيخ؟ يعني إزاي طفل صغير وجه معانا من عند محطة القطر للبيت؟ أنا مش فاهم حاجة. لما قلت للشيخ كده ابتدى يفهمني بكل هدوء لما قال ربنا يا بنتي لما خلق الدنيا دي ما خلقش فيها الانسان لوحده، ربنا عز وجل كان خالق فيها الجن وده شيء معروف ومذكور في كتابه الكريم.
والجن دول بقى يا بنتي بينقسموا لأنواع، في منهم شيطان الإنسان أو زي ما بنقول كده القرين، في منهم المسلم والمسيحي واليهودي، ده حتى كمان في منهم جن كيف وشياطين والعياذ بالله. والجن بكل أنواعه محجوب عن عين البشر، لكن في ناس مننا بتقدر تشوفه أو مثلا بتحس بيه، والناس الأكثر عرضة لأنهم يشوفوه من بني الإنس هم الأطفال، والناس اللي عندهم شفافية، ولأن بنتك لسه طفلة فشافته بكل سهولة وقدرت كمان إنها تتواصل معاه. لما الشيخ قال لي كلامه ده رديت عليه وقلت له بعدم فهم، يعني اللي شافته بنتي ده كان إيه يا عم الشيخ؟ يعني ده عبارة عن إيه يعني؟ وقتها رد عليا الشيخ: القطارات يا بنتي بيحصل فيها كوارث وحوادث، والحوادث دي بيموت فيها ناس أبرياء وملهمش ذنب في أي حاجة غير إنهم ناس غلابة. بس المشكلة بقى إن القطارات دي بعد الحوادث بتترمم وبتتصلح وبيعاد تشغيلها بعد كده عشان الناس تقدر تستخدمها وتركبها مرة تانية. فمن الطبيعي وبعد كل اللي أنا حكيته لك ده إن القطارات دي تكون مسكونة بقرين حد من اللي ماتوا ده، ببساطة لأن قرين الميت ما بيروحش يقعد جنب قبره زي ما الناس بيقولوا، لأ القرين بيفضل في نفس المكان اللي مات فيه صاحبه، وده غالبا بيحصل في حالات الحوادث أو القتل، لأن القرين ما بيبقاش مصدق المفاجأة أو الطريقة اللي مات بيها صاحبه اللي كان ملازمه من يوم ما اتولد لحد ما مات. أو مثلا وارد جدا إن القطارات دي وقت ما بتكون موجودة في الصيانة بعد الحوادث، يعني وارد إنها تكون اتسكنت من شيطان أو جن كافر، والشيطان أو الجن ده شكل بنتك في شكل طفل صغير وبدأ يتواصل معاها لسبب ما لا يعلمه إلا الله، وبرضه يا ربنا لوحده أعلم. إذا كان اللي شافته بنتك ده هو قرين ولد مات في حادثة قطر أو شيطان ساكن للقطر، بس اللي أقدر أكده لك في كل الأحوال إن بنتك بإذن الله مش هتشوفه تاني لو التزمت في الصلاة وفي تشغيل وقراءة القرآن في البيت، لأن من الواضح إن الجن لما بيظهر لبنتك ده جن ضعيف، الجن اللي بيظهر لبنتك ده جن ضعيف، وأكبر دليل على كده إنه مقدرش لا يأذيها ولا يأذي حد منكم لحد دلوقتي. روحي يا بنتي بيتك واعملي اللي قلتلك عليه، وبإذن الله يا بنتي مش هتشوفه تاني، ولو شافته فأنا موجود ومش هتخلى عنها ولا هسيبها كده، ده انتوا عشرة عمر وأبوك يبقى لي أكتر من أخ. بعد ما الشيخ قال لي كلامه ده خدت بنتي ورحت روحت على البيت، وبالليل لما جوزي رجع من الشغل حكيت له على كل اللي حصل، وقال لي إن أنا اتصرفت صح جدا، وإنه من سيرة الشيخ ده حس إنه راجل محترم، وقال لي أسمع كلامه، وأنا بالفعل سمعت كلامه ونفذت كل اللي قاله بالحرف، لحد ما بعد 3 أيام بنتي جت قالت لي إن الولد اللي كان بيظهر لها ده مبقاش يجي لها تاني خالص، لا بالنهار ولا بالليل. وبعد كده ومع مرور الأيام بنتي نسيته خالص، والنهارده وبعد مرور سنتين أقدر أقول لك إن الحمد لله بنتي نسيت الموضوع خالص وما بقتش تفتكره. بس حضرتك يا أستاذ محمد تفتكر اللي بنتي شافته ده كان إيه؟ هل كان قرين لطفل مات في حادثة قطر هو والدته زي ما بنتي قالت، ولا ده يبقى الشيطان سكن القطر وتشكل لبنتي في شكل طفل؟ هستنى منك الإجابة، وكمان هستناها من كل اللي هيسمعها حكايتي دي. دي كانت قصة بعدتها لإحدى متابعات. إيه تفسير حضراتكم للي هي شافته، وهل أنتوا أصلا مصدقينها ولا لأ؟ قصة كتبها لنا أو نقلها لنا على لسان حد من المتابعين محمد شعبان، محيي جدا على القصة وعلى مجهوده فيها، هو أعاد صياغتها بس ونقلها من أحد المتابعات اللي لو عجبتك يا ريت تدعمني بلايك، تدعم الفيديو بلايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. كان معكم أحمد قبل من قناة موارد الطبيعة، السلام عليكم ورحمة الله.